اه يا علي انا عم دكتور اوكي البقيه في اربعه خمسه انا شفتكم قبل شوي تسعه كنتوا داخلين على السيستم بس شوي بين ما يدخل النظام خالد علي محمد جودة انتظار الشاشه شايفينها واضحه عندكم؟ ما واضحه دكتور تفضل اوكي استمري بس اوكي هلا في مجموعه امور بدنا نحكي عنها بدايه المحاضره بعدين ادخل في المحاضره مباشره اول شيء الشاشه قدامكم واضحه في نزلت استبيانة هذا مطلوب من التعليم العالي للطلبه يعبوا الاستبيان اوكي هي اللينك تبعه قدامكم شايفينه اوكي اوكي في بعض الطلاب دكتور كل ماده بنعبيه نعم مادة بن لا, لا لا في طلاب مش شايفينه يفضل لا لا اللي ما شايفه انا بنزله مواد عشان الطلاب يشوفوه يعني مش شايفينه في طلاب بيحضروش قاعدين هاي حطيتهم من الموقع هي في عندي محمد ابراهيم يعني له ست ايام مش موجود محمد ابراهيم واحمد يوسف وإيناس، إيناس له 18 يوم واحمد يوسف 11 رجاء بلغوهم هلا عشان تكونوا بالصوره مجلس العمدة كان يوم الجمعه تم من عقد قرر انه يكون في 30 علامه على التعليم الالكتروني يعني الفتره هاي اللي احنا احنا مداومين فيها في 30 علامه عشان هيك انا نزلت لكم امبارح وظيفتين بلشت انزل لكم وظائف شفتوهم ولا ما حدا شافهم؟ لا <applause> شفتهم دكتور في اسايمنت 1 واسايمنت 2 هدول الديدلاين تبعهم بيكون 15/4 قبل 15/4 بدكم 15 تجاوبوا عليهم هلا حتى لو ما معك كمبيوتر شيء بتقدر مباشره تجاوب عليهم هي اسئله يعني اسايمنت بسيطه بلشت فيها هلا اذا ما اذا اول مره بتشتغل معي مش عارف ترفع الاسايمنت نزلت لك فيديو هيو شايفينه؟ فيديو سواء عندي او بالمود الثاني هذا الفيديو بوض... اذا كبست عليه رجاء شباب إيه عشان تكونوا بالصوره هلا اللي بيتفاعل مع الام اس في له علامات زياده بونص في عندنا دخلنا هلا جايين النظام جوا الام سواء للمدرس او للطالب الطالب بيشوف شو نزل شو عاد وبيعطيه جاي يعني عندنا بيعطينا زي جريد له مثلا والله محمد إيه تفاعل مع الام اس بمقدار 70% 80% فبفضل من اعتبارا من اليوم أنا بحكي اعتبارا من اليوم. حاول تفتح هدول الملفات، تقراهم، تشغل الفيديوهات، لأنه هذا بالآخر يعني آخر التعليم لعند 20/4 فبيجي بيعطيني كل طالب شو يعني قديش مقدار تفاعله مع الام إل إس. أوكي؟ الوظائف، اللينكس اللي لكم إياهم، أنا بالإضافة نزلت لكم شغلات جديدة، آه، فيديوهات تشرح لك بالبي إل إس كيو، غير المحاضرات اللي أنا بعطيها، أوكي؟ هي بالعربي كمان. هي أول لينك رقم واحد. مقدمه في البي ال اس بعدين للمتغيرات هي نزلت لك اثنين اوكي جمل الشرط هيو اوكي في الكيس ستيتمنت في اللوب كلهم فيديوهات احضروهم ضروري جدا اوكي مش راح شغلات كثير تستفيد منهم و... أو... ممكن نعم دكتور الفيديوهات والله انا اطلعت عليهم ممتازات جدا معشان هيك بكتور بكتور اذا بتقدر تأمننا بالفي ار اذا بتقدر تنزل لنا الها انا اسمع هدول لسه لسه راح لكم شغلات بس انت بدي منكم خلال الفتره ما دام وهذا استفيد سواء من الفيديوهات او من تنساش الكتب اللي مرفع لك اياهم كل كتاب اوكي فانا لك حضل انزل لك بس ضروري تفتحهم وتشوفوهم واضح الفكره؟ واضح هلا يوم الترين القادم في مطلوب منا 30 علامه على التعليم الالكتروني حيكون من ضمنهم الاسايمنت تقارير بالإضافة امتحان قصير صغير جاي كوز في يوم التنين القادم حسوي لك كوز على الاف واللوب في البي ال اس كيو بس هدول الموضوعين فكويز يعني عباره عن يكون عباره عن مدته 10 دقائق انت وقاعد يعني حيكون خلال المحاضره 10 اسئله مالتيبل تشويس تجاوب عليهم اوكي؟ هذا كله بونص لك عليها 30 علامة من 100، يعني تقسيمة العلامات تغيرت عن الأول، إحنا يعني بدايه الفصل قلنا في 20 فيرست، سكند، وفي 20 وفي 40، هلا تغير الكلام، هلا اعتمدوا هلا مبدئيا 30 علامة تعليم إلكتروني، يشمل دخول تفاعلك مع التعليم الإلكتروني، وظائف، تقارير، اختبارات قصيرة صغيرة، هي صغار. فإحنا هن... هدول عليهم كلهم 30 علامة. دكتور يعني ناجح نعم هذا انسى الموضوع هذا لسه هذا في الجامعه الاردنيه احنا عندنا لسه بده يصير اجتماع مجلس العمده وبناء عليه ما بدنا ندخل في تفاصيله هلا بس نشوف مجلس العمده في جامعه جرش شو بقرر وبنبلغكم هلا قرروا يوم الجمعه انه 30 علامه حتنزل لك تعليم الكتروني وظائف وواجبات وتقارير وحضور و قصيره صغيره كويزج خلال المحاضره عرفت علي؟ هذا آه عليه 30 علامه من 100 هذا اعتمدت لهذا الفصل لكل المواد نعم بس, 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 المواد. بس بالنسبه طيب المواد المكتبيه طب ما فيش فيها تفاعل اشياء وزي هيك لا و... حيكون بنزلها حينزلوا لك الدكاتره من اليوم كله وظائف ونفس الشيء اه تمام حيكون لهم اوكي للجميع واي استفسار بدكم ابعثوا لي وبرد عليكم ما في اي مشكله اوكي طب دكتور, واحنا مثلا بالكويز مثلا اذا مثلا فصلت الشبكه فجاه شو بنعمل؟ ما في مشكله كله بيكون كنترول من عندنا احنا قعدنا نسوي تراينج حكون انا اول واحد حبدا اشتغل معكم في الموضوع ونشوف كيف ال... يعني التجربه هو كويز سريع صغير يعني ما حيكون ما, حيكونش بي... فاصل معك فهي الفكره انه 10 دقائق بس أوكي. اوكي؟ اوكي اوكي في اي استفسار نبدا طيب احنا موضوعنا لسه ما زلنا لاحظوا في كتابنا اليوم موضوعنا نتكلم عن الريكورد لسه احنا حكينا سابقا عن التيبل حكينا عن الاسيويتف كله اليوم اخر جزء في هذا الشابتر اللي هو الريكورد شو هو الريكورد في اكثر من تعريف هذول كلهم السلايدات الريكورد هو بسموه عباره عن جروب اوف فيلد ذات ايتم ستور ان فيلد اوكي هلا اللي هو الريكورد في الداتابيز عندنا شو هو الريكورد هو عباره عن سجل هذا السجل فيه حقول الحقول جوا مش كلها نفس النوع مظبوط ولا لا في الريكورد مثلا لو جينا لجدول الطالب السجل تبعه شو بكون فيه رقم الطالب اسم الطالب عمر الطالب عنوانه رقم تلفونه ايميله اوكي مظبوط ولا لا صورته فبالتالي هذا يشبه مين الاريه هو نوع من اشكال الاريه بس بيختلف بف... عن الاريه ايش انه الاريه بتكون او التيبل لما كنا ناخده بكونوا كلها من نفس النوع مظبوط ولا لا يعني لما كنت تاخذ الاريب بالسي هي عباره عن ايش مثلا تقول اريو انتجر بتكون كلها اعداد صح ولا لا هلا احنا هون بنتعامل مع ريكورد الريكورد, الريكورد بيفرق انه الفيلد اللي جواه انواع مختلفه ممكن يكون رقم اسم فانت فعليا في البيل اس يتعامل مع الداتابيز يتعامل مع الجداول بدي يصير ياخذ الجدول مش الجدول ما بدي عمود كامل اخذه مثلا بديش ارقام الطلاب كله انا بدي سجل كامل فبالتالي انا بدي نتعلم اليوم كيف نعرف شيء اسمه ريكورد هذا الريكورد عشان لما اروح على تبعتي اجيب اجازه اخذ من الداتابيس اخذ اول ريكورد مثلا اخذت الريكورد الاول اخزنه في ريكورد شيء اسمه عندي اسميه ريكورد شيء معين فبالتالي استطيع اتعامل مع القيم جوا الريكورد اول ملاحظه بدك تعرفها انه الريكورد لاحظ بياناته مختلفه يعني شيء رقم على اسم على تاريخ ميلاد على ايميل واضح الفكره؟ في عندي اذا بتتذكروا سابقا لما كنا نتعامل مع الريكورد لما كنا نتعامل مع كيف كنا نتعرف نتعامل معاه من يجي مثلا اقول لك بدي اعرف متغير من نوع داتا تايب يكون نفس نوع الحقل في الجدول كنا نستخدم اذا بتتذكروا برسنتج تذكر تذكروها البرسنتج كنا استخدمناها مع انواع المتغيرات لما بدي اعرف من نفس نوع المتغير فعندي كمان شيء اسمه برسنتج بسموه رو تايب اوكي هلا خلينا بس نوضح الصورة، أول نقطة بدي إياك تتعلمها كيف من نتعرف ريكورد؟ كيف منعرف ريكورد؟ نبدأ بكلمة تايب نعطيه الاسم اللي بدنا إياه، إحنا اسم من عندي باجي بقول له is record تتذكروا مش كنا نقول is table أو نقول variable var array هون بنقول is record بين قوسين الفيلد كليريشن والفيلد يعني الحقول اللي هي موجودة عندك طيب لو رجعنا لكتابنا المقرر لاحظ هاي هون لاحظ هاي هون معطيك اكزامبل بديش انا اخذ كله بدي بس الجزء هذا انسان الجزء الاعلى لان المحاضره الجاي واللي بعديها بدنا نتكلم عن الفانكشن ونتكلم عن الاريه البروسيجر والفانكشن لاحظ كيف عرف الريكورد طلع هي هل تعرفه تايب اعطى اسم من عنده از ريكورد حدد شو الريكورد يعني الريكورد اللي انا بدي اعرفه كم حقل جوا مثلا الحقل الاول اسمه ايه كاسم من نوع نمبر الحقل الثاني بي من نوع نمبر هلا ممكن يكون من نوع فيريبل كاركتر اللي بدك اياه اوكي واضح الفكره هاي تعريف الريكورد وضحت الصوره هلا بعد ما سوى الريكورد عرفه لاحظ انشا منه واحد لاحظ هيوها. لاحظ شو سميته ماي ريكورد عرف ايش اسمه ار اي سي يعني عرف ار اي سي من نوع اللي انا سميته الريكورد ماي ريكورد الاسم اللي اعطيته اياه هلا في هاي الحالة صارت الـ REC بتقدر تتعامل مع جميع عناصر الريكورد مثلا بدي اتعامل مع الـ A والـ B سي دوت REC.A نقطتين يساوي صفر معناها أعطيت قيمة للعنصر الأول اللي هو جوا الريكورد بدي أروح على العنصر الثاني فباجي بقول ار اي -E سي دوت اللي هو اسمه بي لاحظ يساوي واحد فواضحة الفكرة إذا هون تعريف الريكورد هيو هون إنشاء أوبجكت من هذا الريكورد أعطيته اسم كيف بس بعرف أنواع الداتا تايب باجي أقول A من نوع نمبر انا عرفت شيء اسمه ار -E من نوع ريكورد هلا كيف بدي اتعامل مع عناصر الريكورد اسمه ار دوت -E شو اسمي انت لما عرفت الريكورد شو العناصر الفيلد اللي جوا فيه انا عرفته فيلد A و بي فبالتالي بقول له دوت اي بيساوي قيمه او دوت بي طيب هلا كيف بدي اتعامل لاحظ هلا هون لان هذا المثال مدخل الفانكشن مع الباكج احنا لسه هذا ما اخذناه فعشان هيك انا بحاول اعطيك بس او اظهر لك القيم اللي انا بدي اياها هون نفس الشيء بتعطيه ار اي سي لاحظ ار اي سي دوت اي اذا بدي اطبع مثلا باجي بقول داتا بيز مانجمنت داتا بيز مانجمنت سيستم اوتبوت دوت بوت لاين بفتح قوسين ال ار اي سي دوت اي فبالتالي برجع على الريكورد بشوف شو قيمته وبطبع لي عناصرها طيب خلينا نشوف المثال هون كمان عفوا مع زي الصيغه هاي هون كمان مثال هاي عرف ريكورد ثاني طلع السطرين هذول هاي تعريف ريكورد تايب اعطاه اسم از ريكورد لاحظ عرف ثلاث فيل جوا دبت اي دي دبت نيم دبت لوكيشن هذا نوعه راح خلاه ياخذه من نفس نوعه في الجدول اللي اسمه دبت هذا نوعه انا عرفته فيريبل كاركتر 2 14 عرفت يعني بصير تيجي انت بالعربي تعرفه العناصر اللي هو جوا الريكورد انا اعطيها داتا تايب من عندي او ممكن اخليها ترجع تاخذ قيمها من خلال الجدول هاي طريقه لاحظ كمان مثال عرف هاي هون ريكورد اسمه تايم ريكورد وهون فلايت ريكورد عرف هون في ثلاث متغيرات سكند ومينت واور وهون عرف فيه الفلايت نمبر والاي دي والكابشن والباسنجر وديبارتشر تايم لاحظ هون عرفهم لاحظ حتقول لي سمول انتجر سمول انتجر سمول اوكي وهون انواع الداتا تايب عادي بتقدر تختار اي نوع داتا تايب موجود ممكن تعرف شيء من ريكورد ثاني لاحظ إيه ديبارتشر تايم هون لما عرفوا هذا عرفوا من الريكورد الاول لاحظ كانك هون ريكورد جوا ريكورد لاحظ كيف؟ ماخذ تعريف التايم ايش؟ ريكورد اللي انت عرفته قبل شوي، يعني في اكثر من طريقه، هي كمان مثال انا بحاول اعطيك اكثر من مثال، هون من نوع نمبر، فيريبل كاركتر، فيريبل كاركتر نمبر وهكذا، تعرفهم. لاحظ هي كمان مثال، يعني بعطيك اكثر من ايش؟ مثال، هلا بعد ما عرفوا ستوك هولد ستوك ايتم هلا ديكلير للريكورد هون هون ايش ديفينيشن بعدين هون ديكلير عرف ايش اسمه ايتم انفورميشن من نوع ريكورد اسمه ستوك ايتم اوكي واضح الفكره يعني تستطيع تعمل لاحظ نفس الشيء هون بقدر استطيع اعرفه اعطيه العناصر واعطيه القيم بنفس الوقت مباشره يعني انا عرفت الريكورد قلت له من في في ثلاث فيل جوا كل فيل شنو نوعه وشو قيمهم بقدر مباشره بطريقه مباشره بقدر اجي اعطيه كمان شروط وانا بعرف الريكورد مثلا الايتم نمبر قلت له اذا مثلا انتجر ثلاث باجي بعطيك ما لما اخذنا بالسكيول لما كنا نعرف في الجدول نجي نعطيه بعض الكونسترينت نجي نقول له نوت نل يونيك شغلات هاي قلت له نوت نل واعطيته شو قيمته بصير بقدر اصير انتجر بقدر اعطيه قيم صحيحه وقيم كسريه اوكي واضحه الفكره هاي هاي النقطة بدي كثير تكون واضحة عندكم هلا كيف بدي أعطي قيم إعطاء هلا إحنا أخذنا من شوي عرفنا كيف بدي أعطي قيم فاليو للريكورد مثلا طيب عرفت ريكورد اسمه اي ام بي ريكورد سويته بيشتمل على اي ام بي اي دي وجوب تايتل والسلري. اوكي بعدين عرفت شغلتين اي ام بي انفو اي ام بي كلهم هذول الاثنين من نوع ريكورد أنا بدي أعطي قيم، أنت خلص صار عندك شيء اسمه اي ام بي انفو، اي ام بي انفو دوت. أنا اذا تتعامل مع الفيلد اللي جوا الريكورد ذكر اسمه مثلا اي ام بي اي دي بيساوي كذا. جوب تايتل كذا. انفو السالاري كذا. بقدر أقول له لاحظ اي ام بي انفو لاحظ نقطتين يساوي اي ام بي نل. لاحظ وين ام بي نل؟ يعني هاي تساوي يعني هذا الريكورد بيساوي نل. all field in the MB info يعني هلا EMB null فاضي صح ولا لا؟ ما حطيت فيه قيم صح؟ ال EMB انفو دخلت فيه قيم صح ولا لا؟ هلا بقدر اسوي ريكورد يطابق ريكورد يعني باجي بقول له خلي ال EMB انفو اللي انا حطيت فيها البيانات نقطتين يساوي EMB null الريكورد الثاني فكانك في ريكورد فاضي خليت يعبي القيم الفارغه يرجع يحطها بال EMB انفو واضح؟ كمان لاحظ أي لاحظ ام بي انفو بيساوي لاحظ مش انا استخدمته يو انا بقدر استخدم function جاهزه موجوده عندي ابر ام بي انفو شو بيصير في هاي الحاله هاي هذا هذا شو معناه مش انا انا خزنت اسماء الموظفين بدي ارجع اخزن اسماء الموظفين بس خلي لي اياهم كلهم كابيتال لتر فشو قلت له ام بي انفو بيساوي استخدمت function جاهزه شو اسمها ابر اي e ام e طب انا مسمي اسماء علي ومحمد فبرجع كل هاي الاسماء برجع بحطها كابيتال لتر وبرجع بخزنها بنفسه في الحقل في اللي اسمه اي e نيم واضحه الفكره؟ هذا كريكورد التعامل معاه كريكورد هلا ممكن لاحظ هلا انت لاحظ خلينا بس نرجع هون ارجع اورجيك اياهم كمان امثله ثانيه انواع الريكورد تايب اللي بيستخدم هاي مثال هون لاحظ هاي ريكورد نفس الحكي بتقدر تنطنال نمبر كاركتر تطبع العناصر اللي بدك اياها مباشره بدي اطبق معكم كم شغله عشان تشوفوها هاي جهز لكم هون كمان كم تمرين هاي لاحظ هون هاي كامل معرف ريكورد هنزلكم اياه هاي هون هون مش ماخدهم او بأخذهم من من عشان تشوفوا فعليا التعامل معاه من الأمثلة المثال نأخذ هاي هاد طويل شوي بس مش مشكلة معاي كلكم هاي على البي ال لايف ال هاي كنترول في هون لاحظوا عرفت اسمه ريكورد ديبت ريكورد تايب عطيت فيه عناصر ديبت اي دي ديبت نيم اوكي عرفت ديبت ريكورد من نوع ديبت ريكورد تايب اوكي وعرفت ثاني لاحظوا في هون اذا بتلاحظوا ديبت ريكورد لاحظ اثنين ديبت ريكورد برسنتج تايب هون في لاحظ هذا الاول هون عرفته من ريكورد انا سويته بدي والله انا بدي ارجع لكم عليهم هذول بس اورجيكم اياهم هاي اوكي عادي اخذ الاول لما طبعته شو قلت له اي دي طبع لي اي دي 10 اللي مش انا خزنت فيه قيمه 10 هي قلت له نات نال واعطيت قيمته اول عنصر 10 الثاني النيم قلت له نات نال واعطيت قيمته ادمنستريشن اوكي وعطيت السلري تبع يعني عرفت ريكورد وعرفت جواه عناصر هون ركزوا معي على ريكورد 2 ريكورد 2 لاحظ قلت له ديبت اندر سكور ريكورد شايفين هاي هاي او خليني اذا مش شايف مش واضحه خلينا اوضح لكم اياها هي هون طلع على هاي هاي شو هاي؟ طلع عليها مزبوط عرف لي اوبجكت جديد من نفس نوع الاوبجكت يعني ما اخذه الاول ايوه هو ارجع للش اسمه كانك عادي نفس شوار. التايب يعني بصير بصير انا بصير اقول له عرف الاوبجكت من نفس نوع الريكورد اللي انا سويته شايفينه ديبترو تايب اوكي وبصير اكتبها بطريقه ثانيه شو اقول له عرفت اشي جديد هيو قلت له الدبترو اللي هي هاي برسنتج تايب يعني انا بصير يعني خلينا نقول هاي A وهي B قلت A ايه من نوع ريكورد انا سميته وبصير اقول B من A ايه تايب وضحت هاي الصورة يعني انا بقدر هون اكتب له دبترو 2 من نوع دبترو تايب وبس صح مش غلط وبصير انا اقول له كمان دبترو 2 من دبترو برسنتج تايب يعني بصير انا اكتبها بالطريقه هاي بالطريقه هاي لاني يعني مره جيت للطلاب قلت له عيد كتابه انشئ لي اوبجيكت اللي هو دبترو 2 من دبترو 1 فشو سووا الطلاب راح كتبوا دبترو 2 دبترو تايب غلط انا انا طالب منك انه الدبت رو 2 من نفس نوع دبت رو 1 وتحط الصوره هاي للجميع هاي كثير مهمه لانه بتقدر تعرف بالطريقه هاي او اذا كنت مسوي منه اوبجكت ترجع ترجع تعرف منه بالطريقه هاي انه تقول له برسنتج تايب لانك انت هون اسندته له الكان اللي انت سويته منه وليس من الريكورد بس في هاي الحاله بدك تستخدم برسنتج تايب هذه الصورة؟ م. طيب هاي النتائج اه لاحظ كمان بصير زي ما حكيت لك قبل شوي عناصر الريكورد تكون مبنية على من جايب انواعها من الجداول يعني لاحظ هون قلت له ان من نفس نوع الجدول الامبلويي حقل الفيرست نيم برسنتج تايم طيب. بصير لعناصر الريكورد اوكي انا بحكي هون عن عناصر الريكورد يعني لاحظ وممكن لاحظ جوا الريكورد لاحظوا هون طلع على هاي خليني اكبرها شوي اذا مش شايفينها هون لاحظ تايب عرفت كونتاكت ريكورد عرفت إيش اسمه فيلد اسمه نيم من نيم ريكورد اللي هي سويتها هاي بنسميها نستد ريكورد يعني ريكورد جوا ريكورد طب كيف هاي بنستخدمها؟ هاي عاده لما يكون مثلا عندك النيم النيم انا بدي يكون بدي بدل ما انا احط تو فيلد الفيلد الاول اسميه مثلا الفيرست نيم واللاست نيم والفون بسوي ريكورد للنيم وباجي بقول له هون النيم باجي بقول له من نوع نيم ريكورد فكانك هون النيم هي هاي الفيلد جوا تو فيلد واحد اسمه الفيرست واللاست وبتقدر تحلها كل واحدة على حده لاحظ سهله جدا مش صعبه اوكي هي كمان طريقه في التعامل مع الريكورد آه لاحظ هاي المثال هون عرف ريكورد نيم لاحظ من ريكورد تاني في النيم واعطاه مباشره ايش هون استخدم ذكرتوها ولا ما ذكرتوهاش هاي الطريقه شو استخدم الفي ار اي انه هذا الحقل النيم هو عباره عن فول نيم بين فول نيم للجون وسميث اللي هي اللي اخذناها سابقا الفي ار بصير كمان استخدم جوا الريكورد كمان في الري يعني طريقه اكثر من طريقه إيه لاحظ هلا هون بتكلم عن الباكج احنا ما اخذنا الباكج عشان هيك إيه ما بدي اتطرق للباكج لما نيجي ناخذ الباكج اوكي إيه الرو تايب حكينا عنها قبل شوي بقدر اخذ الرو تايب كامل لاحظ يعني مثلا طلع علي التالي الفيريبل نيم اسم المتغير التيبل يعني الجدول برسنتج رو تايب احنا اخذنا برسنتج تايب في كمان شيء اسمه برسنتج رو تايب اوكي هون انت بدك لاحظ في هون بدك انك تاخذ كل صفات الرو يعني يعني لاحظوا شو عرف عرف ايش اسمه ديبترو اوكي بدل ما اجي انا جاي ما شفنا هون في البدايه لاحظوا انا اجي اقول مثلا الركورد في اف 1 وفي اف 2 اف 1 من نوع انتجر انا بدي اياه الريكورد اللي انا بدي اعرفه يروح ياخذه نفس صفات الريكورد في الجدول الموجود عندي في بيس هلا انا مش انشات الجداول الجداول انا من شيء من اول ليش اجي اعرف ريكورد وعشان اجي اخزن اجيب البيانات من الجدول واحطها بالريكورد طب ليش لما اجي اعرف الريكورد اجي اقول انا بدي مثلا ارجع على الجدول اشوف شو الجدول هذا شو السجل الاول فيه نوع انتجر مثلا ناخذ الطالب ستودنت أه نمبر من نوع انتجر والستودنت لا انا باجي بعرف ريكورد وبقول له هذا الريكورد خذ لي الرو تايب كله كامل السطر كامل التايب تبعه يعني السجل كامل اول حق شو بيجي ارقام ثاني حق الاسماء ثاني ثالث حق مثلا العمر فكيف بعرفها بطريقه بستخدم شيء اسمه الرو تايب هاي الحاله باجي بقول له الريكورد بعطيه اسم الجدول اللي بدي يروح برسنتج رو تايب هاي كمان طريقه كثير وهي اللي تستخدم اكثر شيء خليني اورجيك مثال لاحظ لنفترض لاحظ الجدول بدل ما اجي انا اعرف لاحظ انا استخدمت هون مباشره طب انت حتقول لي دكتور وين وين الركورد انت عرفته انا هيو ديبت رو قلت له روح على جدول الديبارتمنت برسنتج رو تايب هلا هذا الريكورد بالتالي صار يتعامل مع كل خصائص الجدول يعني الجدول هذا شو فيه جدول الديبارتمنت موجود في اي دي وفي نيم وفي المانجر اي دي واللوكيشن فانت هلا تلقائيا ديبارتمنت ريكورد دوت بستخدم الفيلد اللي هم موجودات في الجدول هلا كثير طلاب بفضلوا هاي الطريقه ليش بقول لك اسرع اسهل ليش انا ابني اجي اعرف كالطريقه القديمه اللي شفناها لاحظتوا كيف اعرف ريكورد اقول له تايب اسم الريكورد از ريكورد واجي اختار اعطيه مثلا الاي دي واسماء الحقول والنوع التاتاب لا انا باجي مباشره أستخدم شيء اسمه الرو تايب وباجي بعرفه مباشره بقول له بدي كلير بقول له شو الريكورد تبعي بقول له ديبارت اسم الجدول برسنتج رو تايب هلا جوا البيجن عادي شو هو شغلي مباشره بستخدم هاي الاوامر مباشره لاحظت ان الطلاب كثير بيفضلوا الطريقه هاي عن الطرق السابقه لا يعني ذلك لا يعني هل لاحظ هي مثلا روتاب عندي تيبل انا انا منشئ تيبل اسمه تي 1 اعطيت فيه القيم هاي مباشره بدل ما انا اعرف الكل شو باجي بقول له بقول له اسم الجدول شو اسمه تي 1 صح اوكي تي 1 دكتور تفضل اسمه تي 1 الجدول انا باجي بقول له شو الرقم تسميه تي 1 رو اسم الجدول رو تايب هلا مباشره في الطباعه شو باجي بقول له باجي بقول له هاي جمله الطباعه عاديه باجي بقول له تي 1 اندرسكور رو اي اسم الريكورد اللي انا سميته شو اسماء الحقول الموجوده في الجدول سي 1 وسي 2 دوت سي 1 سي جاب القيم مباشره فكثير طلاب بفضله الطريقه هاي عن إيه يعني حسب اذا انت بدك إيه عشان تكون بالصوره اذا انت بدك تعامل مع الجداول وتجيب بيانات منها وتخزنها ضمن فيلد ويصير تعامل معهم إيه الطريقه هاي اسرع لك مباشره انك انت اوريدي باني هاي الجداول وهلا حورجيك هاي, هاي مباشره هاي كنترول سي لو رحنا على اللايف سكيول هاي كلير هاي رن هاي انشا الجدول هاي كلير نيجي هون هلا مباشره بعد انشاء الجدول هاي كنترول سي هاي هون طبقنا هاي انشا الرو ريكورد وهي طبع الجمل وهي كمان رن لاحظ في فاصله منقوطه اه هون مش معرف انا عن عندي البرنت شرط الاور اوكي هون طبعا بس فيش شيء طبعا قيمه فاضيه اوكي واضح الفكره واضح هاي الفكره اللي بنحكي فيها السؤال بس لازم تنشئ تب قبل ما تعمل هاي يعني. لا لا لاني هون ليش لازم انشئ جدول؟ لاني انا هون شو كاتب انتبه انا مستخدم هاي آه. الطريقه انه آه. قايل له انه الريكورد صفاته وخصائصه وفيلده والداتا تايب تبعته ماخوذه من تي 1 جدول التي 1 على الرو تايب فبالتالي اذا ما كان الجدول عندك هذا موجود بده يعطيك ايرور عليه واضح الفكره؟ هاي نقطة كثير مهمة يعني هذا الريكورد إذا تنشئه بالطريقة هاي باستخدام الرو تايب لازم تكون جداول موجودة عشان يقدر ينشئ الرو تمام واضحة؟ واضحة 10 دقائق طيب هلا هون بتكلم عن الكيرسر والفتش احنا هدول الموضوع لسه هدول عشان هلا احنا بتعرفوا شو الهدف الرئيسي من موضوع الريكورد الموضوع انه لما بدي اروح على الجدول اصير اقرا بيانات الجدول اروح على الجدول اجيب اقرا السطر الاول اذا فاضي ما يقراه فانا حتكلم هلا ليتر مواضيع انه بعد ما اتكلم عن البروسيجر والفانكشن اتكلم عن شيء اسمه الكيرسر عشان اقدر اتكلم عن موضوع اللي هو الفتش والاكسبلسيتي كيرسر هدول انه يصير يشيك على الجدول هلا انا لما بقرا البيانات بدي اروح اوقف على الجدول احط المؤشر على الجدول كيف اخذت البوينتر فبالتالي اذا الجدول فاضي ما يقرا اما اذا فكيف بده يقرا بده يروح يجيب السطر الاول في السجل طب بده يجيبه وين بده يحطه بدك تعرف له ريكورد صح ولا لا لما تعرفوا له ريكورد بتجيبه وتحطه جوا الريكورد جوا الريكورد بدك تشوف اذا في فيهم داتا بقراها وبعرضها اذا ما فيهم داتا نال ما بقراها فالفكره من الريكورد كله موضوع حنرجع له مره ثانيه بالتفصيل ليش لما نيجي نتكلم بعد ما ناخذ الكيرسر لانه بده يسوي ريكورد بيسوي كيرسر ويحط ياشر على الريكورد ويصير يقرا منه ويكمل منه واضح الفكرة؟ فهذا الموضوع هنرجع له مرة ثانية بالتفصيل لما نيجي نتكلم عن اللي هو التعامل مع الجداول باستخدام الريكورد واضح الفكرة؟ هاي كثير مهمة حتى الفكرة مهمة جدا ليش؟ لأنه أنت بكرة بدك تسوي عمليات بدك تروح تخزن في الجدول بتخزن في الجدول إذا الجدول بدك تروح يخزن بدك تخلي المؤشر يكون وين واقف يروح على آخر سجل وضيف هاي البيانات بالتفصيل هاي في كمان بالنسبه للريكورد هاي في طرق أي امثله انا هذول كلهم موجودات عندكم البقره منهم الثلاثه اللي فاتحهم قدامكم موجودات عندكم كامله لاحظ هاي هون عرف الانواع لاحظ رجع عرف ريكورد ثاني هون استخدم فانكشن عشان هيك هذول الامثله ما بقدرش ارجع لها الا لما اعطيكم اشرح لكم هلا البروسيجر والفانكشن عشان تقدر تشوف كيف بتعامل معاه من خلال بروسيجر والفاشن اعطاء القيم وضحنا لكم اياه اسم الريكورد دوت اسم الفيلد بتتعامل معاه مباشره سواء اذا بدك تخزن له قيمه او اذا بدك ايش تق... تطبع قيمه الريكورد وبتقدر تستخدم معه تنساش اللوب عشان يضل في عملية بتقدر تسوي عمليات مقارنه في الريكورد مثلا if مثلا هذا الريكورد از نل يعني أنا مش انت قرات الريكورد بعد ما تقراه خزنت فيه رحت على الجدول جبت من بياناته وقراته حطيته في الريكورد هلا بعد أخ... الريكورد اسمه اقول له از نل ذن سوي كذا اذا ما اذا اذا نل واضح فانت بتقدر تتعامل معاه كريكورد تقرا منه بيانات تعرف انه فاضي الريكورد في مص... في في معطيات كامله هلا بالاضافه فضل معنا اربع دقائق هذول بالنسبه للريكورد كله إنس... بتكلم عن الريكورد هلا في كمان انسيرتنج للريكورد يعني كيف بدك يعني مثلا انت هلا انت لما بتعرف ريكورد بتجيب منه بيانات اوكي على كيف بدك مثلا الريكورد يروح يخزن جوا الجدول زي ما انت بتقرا من الريكورد من الجدول وتخزنه على الريكورد بالعكس عمليه الانسيرت لاحظ انسيرت انتو الجدول فاليو شو سوى هون طلع هاي هاي من كل الكلام هاي السطر هذا شايفينه مش أخذنا أمر الإنسيرت في ال شو أخذنا؟ انسيرت انتو اسم الجدول فاليوز بين قوسين كنت أعطيه القيم بدك تضيفها صح ولا لأ؟ معي انتو؟ معك الإسكوئيل نعم اوكي هلا يعني أنا بدل ما أعطيه القيم ما أنا القيم الموجودة بالريكورد فبعطيه اسم الريكورد لاحظ دبت انفو مش أنا عرفت هاي الدبت انفو مش أنا عرفته هاي الدبت انفو؟ نعم هاي أنا عرفته فهلا أنا لما بسوي عملية الإنسيرت يعني دخل بيانات كيف بدي ادخل بيانات هلا عرفت مثلا لاحظوا في المثال هذا عرفت ريكورد اسمه ديبت انفو اعطيته قيم هاي متغيرات ديبت انفو ديبت نمبر 70 هذا أخذوا من نفس نوع الجدول اسمه جدول الديبت الديبت نمبر 70 الديبت نيم كذا الديبت لوكيشن كذا طب هلا هذول البيانات انا دخلتهم وخزنتهم بالريكورد اللي عندي كيف هلا بدي اروح ادخلهم بالجدول على جدول الديبت برجع بقول له انسيرت انتو دبت اللي اخذناها بدل ما كنت ايام زمان اجي افتح القوسين واجي اكتب 70 فاصله اسمه باجي بعطي اسم الريكورد يعني ما ما تغير عليك شيء نفس اللي اخذته سابقا بس احنا صرنا بدل ما ندخل البيانات ندخلها إيه. إيه. مانوال صرنا نحطها بشيء اسمه ريكورد وهذا الريكورد إيه. بدك تعرف انت بتقرا من الجدول بتخزن بالريكورد او بالعكس البيانات موجوده جوا الريكورد بدك تروح تخزنها في جوا الجدول فهي هون لاحظوا الصيغه معك هي عمليه ايش؟ تخزين البيانات من الريكورد لجدول الدبت صعبه؟ لاحظ كمان هون اه اذا بتتذكروا هاي كمان اه ريكورد هون الابديت مثلا اه في عندك دائره مثلا اللوكيشن تبعها تغير موجودة بالجدول أول مرة اجبت قرأت هاي عرفت ريكورد من نفس نوع الديبت أعطيت القيم هدول بعدين رحت ذكروا أخذنا في الاسكيل أمر الابديت فبقول له أبديت ديبت عدل على جدول الدبت اجعل ست رو يساوي لاحظ شو بقول له اجعل ايش كنا شو نقول له أيام زين نقول له كولوم ذكروه اذا راجع مايزر ال ابديت ديبت اجعل الحقل كنت تقول هلا ما بقول له حقل هون لاحظوا شو الاختلاف هاي بتهمني شو الاختلاف؟ الاختلاف انه هون انا بدي اعدل اضيف سجل كامل فباجي بقول له اجعل مش اسم الحقل Nissqua. ست رو يعني سجل لمين؟ اسم الريكورد وين الريكورد اسمه دوبت انفو بشرط انه يكون الدبت نمبر تبعه بيساوي 30 في هاي الحاله احنا كنا ناخذ شو الاختلاف عن السكيول على بي ال ان احنا كنا ناخذ ابديت اسم الجدول سيت اجعل اسم الحقل الفيلد يعني مثلا باجي بقول له لنفترض بدي اغير رقم الموظف الدائره رقمها 30 بدي الدبت نيم لها تكون بدل ما تكون ماركتنج تكون مثلا سيلز فايش باجي اقول له كنا ناخذ بالاس كيو ال نقول له update ديبت اجعل الديبت نيم بيساوي سيلز وير الديبت نمبر بيساوي 30 هذا كنا ناخذه بالاس كيو ال هلا لا احنا نتعامل مع سجل كامل فهي الحاله باجي بقول له اسم الجدول ست ما بقول له اسم الحقل بقول له رو يعني اني انا بدي اضيف سجل كامل اسوي تعديل باضافه سجل كامل كيف سجل كامل؟ بعطيه اسم السجل اللي انا سويته اجعل وير ديبت نمبر بيساوي 30 فبروح على سجل اللي هي رقم 30 بضيف السجل الجديد بدل السجل القديم اذا اخذنا هون الانسيرت هيها واخذنا ايش الابديت شو في كمان لاحظها هلا هلا في شغلات زياده بس انا ما بدي ادخل معها انه بتقدر تسوي استعلام خلينا شيء يكون سهل لك اوكي أي كمان مثال هذا على الريكورد كمان بعض هاي هون انشا مثلا كريت اه مثال لو تجربوه اكزامبل كامل انشا جد جدول اوكي هون بدي اشوف لكم شيء مش هاي الابديت مثال كمان يعني راجعوهم اطلع عليهم بشكل جيد اوكي هلا في عندك كمان في انا معطيك لينك لشيء اسمه اللي تبع البوينتس هاي هون في مجموعه عن الريكورد كامل لاحظ كيف بتعرف الريكورد هاي بانواعهم جمل الطباعه اوكي هاي اعطاك مثال اخر إيه سماه بوكس من نوع ريكورد في تايتل اوثر وسبجكت والبوك اي دي عرب بوك 1 وبوك 2 ولاحظ هون بتكلم عن بروسيجر احنا يعني لسه ما اخذناها موضوعنا الجاي حيكون موضوعنا الجاي اللي هو البروسيجر والفانكشن اوكي ضايل نص دقيقه بس عشان ارجع هلا يعني هذا الم... هذا ما يتعلق بالريكورد اوكي واضح للجميع في اي استفسار او نقطه مش واضحه بالنسبه للريكورد واضح طيب هلا لو رجعنا هون هلا المطلوب منك زي ما حكيت في الوظائف ببينوا عندي هون مين مسلم ولا مش مسلم اوكي هاي السؤال في اخطاء وجدها وارجع اكتب لي مره ثانيه اوكي هذا السؤال مجاوبينه اثنين كويس آه رجاء من الجميع بدي الكل يجاوب يعني بدي تتفاعل عشان آه يطلع لك بونص لاحظ في حيطلع جاي ليست لك وجاي عناصر رجاء دكتور. جاي ما حكيت ببين مين سلم دكتور اه ببين عندي مين سلم كله ببين عندي واضح حيكون زي ما حكيت في عندنا كويز قبل, قبل ما يطلع الاتصال بس عشان ما قبل ما يطلع الاتصال كويز